بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قررت مدرسة الإمام علي هذه السنة الاحتفال بسيدتين من ساكنة سيد البرنوسي. بواعث هذا الاحتفال بهاتين السيدتين إجلالا وتقديرا لعملهما ولمجهوداتهما، فهن كنا بمثابة الشمعة التي تحترق من أجل إنارة الطريق نحو هذه الأجيال التي ترونها ناجحة في الظروف الحالية. بطبيعة الحال الظروف اللي كانوا ربونا فيها واشتغلوا فيها كانت أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت صعبة جدا. هنيئا لنا بهن وهنيئا لهم لهن بنا، وأتمنى لهن الصحة والعافية وطول العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم من برأ عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، وباسم من حرم وأد البنات ورحم المرضعة والحامل وفرض العدل بين الإناث والذكور، باسم من جعل إكرام المرأة كرما لها وإهانتها لؤما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. يطيب لمدرسة الإمام علي بكل تشكيلته مديرا وأطورا تربوية وإدارية أن يحتفي بأمهات التلاميذ وعبرهن النساء جميعا أستاذات وحضور. مرحبا بالحضور الكريم في هذا اليوم العالمي، وهو 8 مارس، وهو اليوم الذي تم تعيينه تكريما بحق المرأة وجهودها في بناء المجتمع وتطوره. فهي نصف المجتمع، فهي الزوجة والأخت والابنة على اختلاف مسمياتها، تكريما لتضحياتها وإنجازاتها في كافة ميادين الحياة. وهي أيضا مناسبة لتشجيع لها على الثبات والاستمرار في أداء رسالتها كجزء لا يتجزأ من المجتمع. كان بغي نشكر اللجنة المنظمة لها التكريم ديال الحاجة والوالدة، والتكريم ديال المرأة بالنسبة لي أنا عندي واحد الصورة جميلة على المرأة، وهذه الصورة كتجلى في ديك الصورة اللي عندي الماما. حنا كنقولوا ماما عندنا في الدار، واخا انا شيباني كنقول ماما. بالمناسبه خويا تفرضا اخ حسن، انا وياه مرضعين اخوان في الرضاعة. هذا الشهر عندنا 60 عام. الصوره الجميله اللي عندي للوالده وهي انه كان في واحد الوقت واحد السيده عندها 30 عام وترملت عندها 5 دراري والفلوس ما كاينينش، وكيجيو حنا باقين صغار وكيجيو الناس يبغيو يتزوجوا بها. انا يمكن وهي ما كتبغيش صراحه. هادشي عشنا، وهاد السيده كافحت معانا لدرجه انا فاش خديت الباك مشيت لبلجيكا باش نقرا. هاد السيده دارت اللي ما كيدارش على قبل ولادها، هما 5 دراري ومعمرها في الرطاب شي واحد. جا شي حد من العائلة ديالنا، من دوك الناس اللي كيكونوا لاباس عليهم في العائلة، وبغى يدينا الخيرية ما قبلاتش، وكانت ديما صامدة ومعمرها رضات أننا نلبسوا حوايج قل من اللي كيلبسوا الناس. انا راه كندوي معكم على 70 وعلى راه ما كانش اللبس ولا شي حاجه اللي، ولكن هي ديما مسكينه كانت كتعاند وتكافح وكدير كل شيء باش نخرجوا في ابهى صوره. دونك الصوره اللي عندي انا للمراه عامه، المراه المغربيه والمراه البرنوسي خاصه، عندي واحد الصوره جميله اللي هي الصوره ديال الوالده ديالي، وكنهني كاع النساء بهذه المناسبه هذه، وكنشكر خويا حسن اللي فتح لينا هذا المجال. أم واندوي معمر هذه الهضره قلتها قدام الوالده، اليوم جات هذه اللحظه هذه، واخا انا دابا راني وشكرا بزاف.
في الحقيقة شكرا لك، شكر كبير للسي عبد الرزاق على هذه الكلمة المؤثرة، لأن هادشي عشناه بالحق والحقيقة عشناه. وراه كنت قلت لك السي عبد الرحيم تو السي عبد الله 30 عام الفقر المدقع ما كاينش المعيل، وما شاء الله وصلت خمسة الوليدات بالجرأة اللي هضر بها السي عبد الرزاق أثرت فيه أخويا على راسي وعيني، وهي راه الوالدة ديالي، وهادشي راه الشهادة اللي شاد فيها عبد الرزاق كنشهدوا بها كاملين. أنا جد فخورة بأني اليوم كنحضر معكم في هذا الجامع اللي كيمثل اللي كيكرم المرأة المغربية في شخصي أنا كأم لطفلة كتدرس في مؤسسة مدرسة الإمام علي للمدير ديالها سي حسن. اش غنقول، أنا جد فخورة بأني ضمن هذا الحضور الكريم وضمن هاد الجيل تبارك الله اللي كيمثل الجيل رجال الغد ان شاء الله باذن الله، وكنتمنوا خلال التوفيق للجميع. ام هاد التلميذ هذا عفيان هذا وليد هذا يستحق التنويه والتشجيع. انا جيت فخوره بزاف حيت ولدي كيقرا في المؤسسه هذه، وبفضل الاساتذه ديالو ان شاء الله وصل ولدي لهذا المستوى هذا. عمرني ما ظنيت بان ولدي يكون هو الاول صراحه، ولكن العون ديال الاساتذه الحمد لله معاونين معنا ومفهمين معنا الحمد لله، هما اللي وصلوا ولدي لهذا المستوى هذا. وكنهني كاع النساء المغربيات بهذه المناسبه هذه، وبالخصوص الاستاذات ديالنا والامهات ديال التلاميذ، وشكرا. انا فرحانه بزاف حيت السيد المدير دائما كيدير لنا هاد سميتو هاد العيد ديال المراه، دائما كيحتفل معنا وكنشكروه مزيان، وكنشكر الامهات على المجهود اللي كيبذلوه من اجل اولادهم. الامهات اللي كيبذلوا المجهود، اللي كيبذلوا فعلا كيبذلوا مجهود. مثلا حفيان من التحضير هو كيجي هو الاول، زعما تبارك الله عليه، انا زعما فخوره به حيت قريته انا في الثاني وداك الشيء. ايوا كنشكر الجميع الاستاذات ونشكر الاساتذه. تنبغي باسمي وباسم افراد الاسره باش نشكر اولا مدرسه الامام علي، الاداره التربويه ديالها في شخص الاستاذ الصديق السي حسن العروي، وكنشكر الهيئه التربويه يعني الاستاذات والاساتذه على هذه المبادره الكريمه، في مقدمتهم السي عبد الله البيض. يعني هذه المبادره يعني اعتبرها يعني جد حميده، ويعني يعني بحال نقولوا مثلا يعني احيت فيا الطفوله ديالي، والدليل هو ان هذه القاعه للآن يعني تنظمون فيها هذا الحفل التكريمي لفائدة الوالدة ديالي ولفائدة الحاجة الله يطول في عمرهم، هو أنها استرجعت بي 46 سنة اللور. كانت هذه القاعة هي المكان المفضل عندي، ليس فقط لي أنا بل كاع الزملاء اللي كانوا أقراني، كنا كنقراو في هذه المدرسة اللي ما كناش كنسموها الإمام علي، كنا كنسموها مدرسة المغبر كناية في الاسم ديال المدير اللي كان الله يرحمه كان كيسير المدرسة. علاش هذه القاعة بالذات؟ لأن كانت هي المطعم، وهذا المطعم كان هو يعني المكان المفضل عند الجميع ديال 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 التلاميذ لما كنا نجد فيه، ليس فقط يعني وفرة الاكل، ولكن كنا اسياد القاعه، لا بتواطؤ المدير انا ذاك الله يرحمه، ولا بتواطؤ اللي كانت مسؤوله على المطبخ مين جمع الله يرحمها وكذا الى اخره. زائد هذه القاعه يعني كانت هناك ساحه اخرى مفضله عندنا في هذا الامام علي، الا وهي هذه الساحه هذه. علاش؟ لان الجيل ديالي والناس اللي تزادوا في الستينات وفي السبعينات تعرفوا هذا الكلام يعني عن عمق، هو ان هذه القاعه هذه الساحه كانت هي الوحيده اللي كانت مدصه، هي اللي كانت فيها الضاله في الوقت اللي كان البرنوسي كله ما كانش فيه الشانطي، يلا بضع ازقه اللي كان فيهم الشانطي، اما كل الساحات وكل الشوارع كان فيهم التراب. يعني لم تحدث ديك الصحوه ديال الدوله باش تهتم بحي سيدي البرنوسي حتى الاضراب ديال 81، عاد باش انذاك الدوله انتبهت لواحد المنطقه سميتها البرنوسي، فعاد باش قامت بدخل الاموال ودخل الموارد اللي كنشوفوا الان البرنوسي على ما هو عليه عكس ما كان قبل 81. فمني كنا كنجيو للمدرسه صحيح كنا كنجيو باش نقراو، ولكن ايضا كنا كنجيو لان الارضيه كتساعدنا باش نلعبوا كره، خاصه كما قلت الاداره كانت عاطيانا واحد الحريه تامه نتصرفوا في المدرسه كاننا نحن ملاك ديالها ماشي تلاميذ ديالها. وما كان يزيد من الحب والعشق ديالنا لهذه المدرسه ديال المغبر
دائما اقوى مدرسه المغبر هو انه كانت فيها يعني واحد الفضاء اللي فيه اللعاب. يعني غتذكروا انت استاذ يعني بحكم اننا نفس الجيل يعني كانت يعني البالونسوار يعني كانت يعني سميتو لاكورد كانوا مجموعه ديال الالعاب اللي ما كانوش انا ذاك في مجموع احياء الدار البيضاء. فبالتالي ملي كنا كنجيو للمدرسه رحنا جايين للفضاء ديال اللاعب ماشي ديال النقطه الثالثه اللي كانت كتحبب لنا المدرسه ديال الامام علي وهو الهيئه التربويه اللي كانت كتقرينا. صحيح كنا صغار لم نكن ندرك يعني واحد العدد ديال الامور ولكن الفطره ديالنا كانت تجعلنا نعرف بان ذاك الاستاذ انه راه يعني كانت الصرامه وكانت واحد الشده في التعامل معنا ولكن كانت صرامه عادله. كنا كنشموا بان ذاك الاستاذ راه عادل ما كانش كيظلم شي واحد. كنتي كدير شي حاجه ايجابيه تجازى وتكافئ عليها في الحين اما كيعطيك فلوس من عنده اما كيعطيك قصه اما كيغوت عليك الدار تجي تعاونو في الدار وتاكل معاه وتتغدى معاه ولا تفطر معاه على حسب. كل استاذ كانت عنده طريقه من الطرق لمكافاه التلاميذ ديالو. واذا درتي شي حاجه ثاني خايبه كنتي كتاخذ نيت العقاب ديالك ولكن كتحس بان راه ليس هناك افضليه ما بين فلان وما بين فلان. اذا هاد الثلاثي هو اللي خلى هاد المدرسه ديال الامام علي اللي كنقول لها انا دائما مدرسه المغبر تبقى دائما عالقه في الذهن ديالي الى يومنا هذا. ويا الصدف الجميله هو ان هاد الحظوه اللي كانت عندي وكانت عند الاجيال اللي دازت معايا في هاد المدرسه هذه يعني الله سبحانه وتعالى سخر لنا نفس الطينه ونفس السلاله ديال الاساتذه لا في الكوليج ولا في الليسي ولا في الجامعه. وبالتالي ملي كنتلفت اللور وكنشوف المسار ديالي تلقى راسي انا ديبيتور يعني مدين لهاد الاساتذه اللي من الابتدائي الى الجامعه اللي هما بفضلهم باش انا عندي هاد المكانه وهاد الوضع الاعتباري في المجتمع. ومني كنشوف هاد الوليدات وهاد الجراه باش كيتكلموا وكيفاش يتحركون في القاعه رغم صغر السن ديالهم وامام جمهور يعني اكبر منهم سنا لا يمكنني الا ان اتفائل خيرا على ان يعني السلف اللي كاين دابا الان هو يعني الخلف هو خير سلف لما كان في المدرسه ديال الامام علي. وكنشكركم مره اخرى استاذ على هذه المبادره الكريمه وكنشكر الاستاذات والاساتذه على هذه الالتفاته اللي داروا في حق ليس فقط الوالده والحاجه ولكن من خلالهم في الى جميع الامهات المغربيات اللي تحملوا كما قال الاستاذ العروي واحد ظروف صعبه باش ربوا ابناء ديالهم لدرجه انه يعني هذا البؤس وهذا الفقر وهذا الخصاص اللي عشنا فيه ما كناش كنحسوا به. علاش؟ حيت كنا كما قلت محظوظين بثلاثه الاضلاع. الضلع الاول هو العائله. حيت انا الان لو بعدت امام الله سبحانه وتعالى وخيرني لو انني غادي نعاود نولدك من جديد ونحييك من جديد غادي نقول لي باغي نتزاد عند با الله يرحمه ونتزاد عند امي الله يطول في عمرها. هذه الاولى. والثانيه غادي نقول لي غتزاد في درب البرنوصي في بلوك 134 نظرا لان الدرب كانت عنده واحد السلطه بحكم ان العائلات اللي كانت عندنا شانها شان جميع احياء الدروب الشعبيه في المغرب كانوا ايضا هما عندهم واحد اليد واحد البصمه في تقويم العوجاج ديالك وفي التدريب ديالك لانك كتحس انت هما مواتك هما راهما الاباء ديالك. ثم الضلع الثالث اللي هو المدرسه كما قلت اللي هما الاساتذه. اذا لو الله سبحانه وتعالى بعثني من جديد وسولني غادي نقول ليه هاد المسارات اللي دزتها في حياتي بغيت نعاودها بمعنى انني كنحس بواحد الانتشاء من هاد الحظوة التي غنبوس لك راس امي وكنشكركم تصنتوا ليا وسمحوا لي طولت عليكم. واش نقول انا الخدامة وشنو ذنبي في السلامة اللي من صغري لقيت راسي خدامة ما عندي لا ولاد ولا يتام. مكاني الطبيعي هو المدرسة ماشي في ديور الناس تدرس نطيب ونخمم وحساس مستقبلي ضاع بين شفاف ومكناس حيت ما قريت لا كتاب ولا كراسة. الله ياخذ الحق ولا نسكت حسن.